رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بمناسبة تخرج نجل سموه حفظه الله سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وحصوله على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف من الكلية البحرية الملكية البريطانية بمدينة دارتموث إلى جانب حصول سموه على جائزة آمر الكلية لدفعته. جاء ذلك لدى حضور سموه حفظه الله حفل تخريج سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة أمس في الكلية البحرية الملكية البريطانية، يرافقه نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة. ولدى وصول سموه الكلية كان في الاستقبال القبطان هنري دوفي قائد الكلية البحرية الملكية البريطانية الذي رحب بسموه وبحضوره هذا الاحتفال. وهنأ صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله نجله سمو الشيخ عيسى بن سلمان والخريجين من الكلية، مشيدا سموه بما بذلوه من جهد ومثابرة خلال مسيرتهم التعليمية وباستحقاقهم هذا النجاح، متمنيا لهم كل التوفيق والتقدم والنجاح في المرحلة الجديدة من حياتهم. وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بسلاح البحرية الملكي البحريني وبما يشهده من تقدم مستمر، خاصة ما يتصل بالتأهيل والتدريب المتقدم وفق أحدث العلوم والتقنيات المتبعة، مؤكدا سموه على الدور الكبير الذي يطلع به سلاح البحرية الملكي البحريني عبر الأدوار المنوطة به في حفظ أمن واستقرار الوطن وتأمين حدوده البحرية، مشيرا سموه إلى المشاركات المشهودة لسلاح البحرية الملكي خارج مملكة البحرين وتميزه في تحقيق الأهداف من تلك المشاركات، إلى جانب نجاحه في المهام الموكلة إليه بالمشاركة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وأشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات طيبة وراسخة منذ أكثر من 200 عام استطاعت خلالها أن تؤسس لتعاون استراتيجي وثيق في شتى القطاعات، منها القطاع العسكري والدفاعي، والذي يشهد العديد من التطورات خاصة ما يتصل منها بالتدريبات المشتركة وتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج الأكاديمية التي تقدمها الكليات البريطانية العريقة في شتى القطاعات. وفي كلمة ألقاها قائد البحرية الملكية البريطانية الأدميرال السير جورج زامبلس، أشاد بدور البحرية الملكية البريطانية القيادي بالحفاظ على الأمن الدولي من خلال التعاون المشترك مع الدول الصديقة عبر الاتفاقيات، منوها بما تقدمه مملكة البحرين من تسهيلات للبحرية الملكية البريطانية إسهاما في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. من جانبه أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة على سعادته البالغة لما حققه من نتائج خلال التحاقه بالكلية البحرية الملكية البريطانية، منوها بالخبرات التي اكتسبها من هذه الكلية العريقة والتي ستكون دوما حاضرة لرفد سلاح البحرية الملكي البحريني، مما يسهم في مواصلة تحقيق هذا السلاح الكبير أهدافه المرجوة ومواصلة التميز المشهود الذي عرف به في تحصين الحدود البحرية من خلال قوة دفاع البحرين وأسلحتها المختلفة حفاظا على أمن الوطن واستقراره، ما ينعكس على تقدم وازدهار مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى يده الله. حضر الاحتفال معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، ومعالي الشيخ خليفة بن دعي آل خليفة رئيس ديوان سمو ولي العهد، وسعادة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وسعادة العميد الركن بحري الشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة قائد سلاح البحرية الملكي البحريني، وعدد من أفراد العائلة المالكة. كما تخرج ضمن دفعة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة من الكلية البحرية الملكية البريطانية من مملكة البحرين كل من الشيخ أحمد بن خليفة بن عبد الله آل خليفة وفيصل بن ماجد بن علي. يذكر أن الكلية البحرية الملكية تعد من أعرق الكليات العسكرية البحرية في العالم، إذ يعود تأسيسها إلى عام 1863، وتتميز الكلية بتطورها مع الحفاظ على تقاليدها وتاريخها، وقد تخرج فيها عدد من القادة وأجيال من ضباط القوات البحرية البريطانية.
في شهر مارس من العام 1990 من الله عز وجل على صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من الله على سموه بمولوده البكر الذي أسماه عيسى، تيمنا بجده المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه. قرة عين لسموه، كان عيسى بن سلمان بن حمد بن عيسى بن سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة في متوالية ساطعة تبدأ بمجد لتنتهي بمجد وتسطع بنجم لتنتهي إلى نجم. درس سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة المرحلة الابتدائية في مدرسة ابن خلدون الوطنية، ثم انتقل في المرحلتين الإعدادية والثانوية إلى مدرسة البحرين الخاصة ليتخرج منها في العام 2008. الجياد على أعراقها تجري، ولا ريب أن يكون الولد سر أبيه الذي سبقه إلى التخصص ذاته، إذ نال سمو الشيخ عيسى بن سلمان درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد من الجامعة الأمريكية في واشنطن في مايو من العام 2012. وبما أن الميزة الوحيدة التي تجمع بين الناجحين في العالم تكمن في قدرتهم على تحمل المسؤولية، صدر الأمر الملكي في فبراير من العام 2013 بتعيين سمو الشيخ عيسى بن سلمان رئيسا لمجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري. بعدها صدر المرسوم الملكي السامي بتعيين سموه نائبا لرئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل في أبريل من العام 2014. احتفل سمو الشيخ عيسى بن سلمان بزواجه في مايو من العام 2013، وقد أقر الله عز وجل عين سموه بمولوده البكر الذي أسماه حمد. سمو الشيخ عيسى بن سلمان لديه اهتمامات عدة بالأنشطة الاجتماعية والرياضية، كما أن سموه يهوى القراءة وكرة القدم والصيد والفروسية.